مازلنا معاكم في لاباس على قناة التاسعة يا مريم مطران منورينا. مش تقعدوا حصة كاملة معايا؟ إن شاء الله. لا لا حاجة هايلة برشا. مش لا ما فيها شوية أنانية. شوف أنا قبل كنت وحدي فيس تو فيس. ساعات نفرح بكم وساعات يجي ضيف نقول ما صاب بينا انا نقعد معاه وحدنا. اما بديت تقد باغابوغ الاول للوحده وليد نخلي لكم الكلمه، اما فما ضيوف ماذا بيا فيس تو فيس. شوف والله احسن بربي خلينا ناخذ فكره معناها. اي تبدا وحدك ولا احنا معك؟ ما دام انتم معنا دونك باش نقول لكم وانتم معنا في ذلك نقول حاجه اخرى. فما ضيوف اللي ما كيما ضيف مش نحكيو عليه تو ما عنده طلاقه وتنجم تحكي معاه وتك وتك ويكون حوار رابيد. وفما ضيف ثقيل. ونعرفك مطران في المواقف هذه ونستناك باش تنقد تولي تشكر. ساعات ساعات ما وانا نوفل. يا اخي علاش مطران في الشروق ويعطي الصحه وفي الانوار قبل ديما تذم في العباد؟ جيت معينه وليت تشكر يا اخي انا نقول لك اشكر. لا مش معناها. لا خنبرع نفسي. باهي انت ما تقوليش. اما لسبب يا مطران راك قلت لعائشه عطيه صوتك يهبل خاطر الكليب عجبني. امها ما قلتلهاش. ايه الكليب عجبني. انت علاش تحبني نقول العكس اذا حاجه عجبتني؟ كليب عائشه عطيه يعجبك. السبب الاول انه انا قاعد نكتشف في العالم هذا. شنو احنا بيدنا؟ شنو اي نكتشف انتم اكتشفتوه. والسبب الثاني والسبب الثاني انت وين كنت عايش؟ عالم التلفزة. فنانين ما كنتش عالم التلفزة. عالم التلفزة. ما نكملش الكلمة سارة يلزمني نولي نكمل الكلمة. ما نساش كمل الفكرة دكتور نعرف نكمل الكلمة. مطران في عام ما تكملش انت تكتب في الجريدة ودمرها الناس كل. اسمعني لحظة يستاهلوا يستاهلوا. اما قدامهم متولي ما تحبش المواجهة. قدامهم نرجعوا للتخبيش نتاع الخضار. للسبب الثاني للسبب الثاني لا لا ما عندهاش علاقة. للسبب الثاني انه في التلفزة ما يجيش تهنت للناس. انا نقول لهم اللي نحب نقوله. في الجريدة. ايه بيني وبينك في الجريدة. عرفت اللي وراه ليكرون يسبك ويقابلك يقول لك محليك. واكثر تركيز. لا 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 ما فهمتنيش. اكثر تركيز الجريدة. سي محمد يعرف. لحظة خلينا نعرفوه. يا مطران ريت من قبيلي نحكي ما عرفتوش انا. اسمع نحبوا احنا نرفعوا مستوى الحصة. مستوى اسمع نحبوا نرفعوا. النقد راه ما يطيحش مستوى الحصة. لا ساعات يطيح. وننقدوا بعضنا. ساعات يطيح انا كي نشوف عرك. اسمعني كي نشوف عرك. عرك لدرجة السبان الرخيص. يطيح من قيمة الحصة يا سي نوفل ما يرفعش من قيمتها. أما نجم نقول لك أنت راك فشلت في الحاجة الفلانية وراك أنت كذا وأنت قلت كلمة تفاهة وسخافة إلى آخره. علاش كي تكتب أنت العبيد أنت منحط وأنت تافه. مش للدرجة هذه لا أنا نقدم العمل نتاعو أما نقولها كلمة سخافة والتفاهة واليوم أو غدوة في الشروق عندي مقال على التفاهة والمنشطين التافهين والرداء البرامج بعض البرامج. العركة اللي صارت بين وردة غثبان وهذا الزواجي طيحت من قيمة الحصة؟ عند ناس يا مريم طيحت وعند ناس شافوها. فما ناس يقول لك لا احنا ما نحبوش الحاجات هذيك وفما ناس يحبوا الحاجات هذه. انا قاعد نكتشف مليون فيو تعمل على عملت الناس سؤالي واضح وسريع. اسمعني وسريح سريح رفعت نفس نسب المشاهده. يا مطران ما هو الفرق بين علاش انا تو كي نعطي راي تقص عليا طول ما نكمل الواحد. انا قصيت بين النقد اللاذع اللي تقدمه في الجريده لهنا وليت حامل وديع ساعات. النقد اللي نقدمه فيه في التلفزه اللي تسمى بشكوتو يا سي نوفل وضيفنا التخا يقول وانا شنو دخلني. لا صحيح لا هو يعرف حتى هو ينقد ينقد. أنا عندي ضيف وشاهد مش نسأله نحبكم تفرحوا لي ونفرحوا بضيفنا الشيخ محمد بن حمودة. مرحبا. شوف انت ولد الدار. انت ولد الدار يا سي. ايوه تفرحوا لي فيه عند الزمان. برا عاد برا. بلاش قولك في مطران بين الجريده حق انت تكتب في الشروق. مطران صديقي عاد زميلي. تكتب في الشروق. تنجمش توقع بيناتنا. زميلك مطران معناتها مستحيل ينقدك في الجريده. لا لا بالعكس ينقدني نقدا لا يعني. ننقدو وقتلو بالتليفون ومرجني في رمضان. وفي رمضان ويعطي الصحة حريص أكثر مني. حريص أكثر شيء على الخدمة. والله العظيم. أنا فما قولة قالت قالها نجيب الخويلدي الله يذكره بالخير. أنا لا أجامل ولا أعادي. ساعات المعاداة تعمل برشا ضغاين. أما أنا نجم نقول لك اللي نحب يا نوفل بالكلمة الطيبة. أنا وصلت لمرحلة من العمر على سنة سيدنا عليه الصلاة والسلام، هذا اللي وصلت له أنا. إيوا علاش الكلمة الطيبة تحبها معايا وفي الشروق الكلمة الكاسحة؟ لا لا مش كاسحة، أنا ننقد برؤيتي وبعقليتي ونقد بناء. وشكون منعك هنا تنقد؟ أنا حبيت هاني نقول. هاني ننقد. أنا يا أخوة راني بريء، راني نجي المطران، لحظة. بالله ينقدني، ينقدني. نجي المطران، مش معاك. نجي المطران نقول له أنت حر قول اللي تحب. وراني والله لا عندي دخل في الكلام اللي يقوله هو ولا مريم. وتقريبا بنسبة 90% لا نعرف حتى شنو باش يقول صحيح ولا لا يا مريم. قال جاني واحد قال لي يكتبوا لك. اما مطران نعرف شنو باش يقول باش يشكر.
لا مش بش... لا لا مش للدرجه هذه، ما كانش تنخرج انا مادام انا جايبني للشكر واحد تنخرج نخرج معناها على على الطريق هذا. مطران انت وردة الحصة. شوف يا نوفل، شوف يا نوفل. اي ولكن علاش تبدل؟ هبش نقول لك، لا هبش نقول لك. انا علاش شفته؟ اي سبني في الانوار تقريبا 27 مرة. عجبني؟ اي قلت هذا لازم يجي يخجل ولا يشكر. سبيته ساعات حتى سبان، نعترف بهذا، سبان لاذع وشرس الى اخره، لكن لغاية واحدة انه الشخص هذا نحبوه ونحبوه يتطور. يحبوا يتطور. هات اضمني الفنانين اللي تجيب فيهم يكونوا في المستوى ويحبوا النقد، تشوف الحوار كما تقول مريم يكون في نسق تصاعدي، لكن مع الاسف وهذا نقد للبرنامج نتاعك، ساعات أي. تجيب اشخاص اشخاص أي. ما همش في مستوى النقد والكلام اللي باش نقوله لهم لانه مش فاهم الخطاب. كي تقول له راهو النقد يعليك، اعطيني شكون جا وليس موسى برشا 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 لا لا شمال اتهامك برشا لا برشا شنو نقول لك؟ اعطيني شكون؟ شو اسمها ما قبلتش النقد أمال عنوان، ما خلتنيش حتى نسأل. أنا من وقتها أمال عنوان كنت تضرب برشا بشرى ما حبتش في الفلوس. لا 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 راهو يلزمكم تتعلموا تتعلموا أنك تقبل النقد. احنا جايين لهنا باش ننقدوا نقد بناء، ماناش باش نسبوا. إذا أنتم تراوا النقد نتاعنا سبان فالمشكلة فيكم أنتم، لأنه في ثقافتكم السبان. نجم تكون هي ردة النقد وهو صراع تك وتك. ما دام رجعتك سكتت نجم نقول هي غلطتك في النقاش. باش نعطيك سر، باش نعطيك سر. اعطيني سر. انت سالتني على البرنامج نتاعها ونقولوا لي اول مره انا شكرتها، عجبني البرنامج ليلتها. انا اذا شكرت شخص يا نوفل ما عادش نجم نقول له حاجه اخرى، لانه من شكر وذم فقد كذب مرتين. انا حبيت اسئله عميقه، عندي اسئله عميقه وعندي الاسئله الخايبه برشا. انا نحضر زوز انواع نتاع اسئله، انا والضيف، انا ومزاجه. هذا اللي قاعد صاير. ثم انت تستفسي الناس، تستفتي الناس يا سي نوفل على الحصه نتاعك وقول لهم الشيء اللي اخترناه انا ومريم وانت مشى في بلاصته ولا برشا حاجات بدلت. الحمد لله الحمد لله أوكي. الحمد لله اخترنا من سبان ولا هلك راح حاجه سبان. لا سبان والنقد قلت له كون كيما انت في الشروق، لانه المجتمع التونسي ولا سباب ولعان. وهو باش نحكيه وباش نسالوا الشيخ، حتى الشيوخ دخلوا في الحكايه ولات مشكله كبيره جدا. صحيح صحيح. هو السبان شيخ محمد بن حمود، خلي نبداو بالحق، صار استسهال. تو مانيش نحكي على بعد الخبر، استسهال كبير للشتم والسبان والتشكيك ومعناتها اصلا ولينا كي نشوف واحد يسب في واحد ما عادش حاجه جديده. بالعكس، ولا الغريب هو اللي يشكر. عملنا تطبيع، شفت انا اللوم فيه من قبيل نقول واش بك تشكر. عملنا عملنا طبيب تطبيع مع السب والشتم والجهر بالسوء اللي ربي قال ما يحبوش، لا يحب الله الجهر بالسوء، وخصوصا كي يرتقي الامر سواء في النخبه، نحكيه على المفكرين في بينات بعضهم، نحكيه على ممثلين بينات بعضهم، نحكيه على اعلاميين بينات بعضهم، وصلنا حتى شيوخ بينات بعضهم. وصلنا شيوخ. وهو باش نبداو معناتها، ركز معايا مريم مطران. عندك كتاب اسمه الحجاب ليس في الكتاب، قاعد تكتب فيه وان شاء الله اول حلقه وعدني باش يجي حذانا. الحجاب ليس في الكتاب عنوان مستفز، ماهوش مش مستفز، وربما الاستفزاز راهو حاجه ايجابيه، ولكن باش نوريك راي الشيخ خميس الماجري في عنوان الكتاب. والرأي ركزوا معايا صادم نوعا ما، بل ذكرني بحاجة صارت في التسعينات في مصر، أيام برشا ظلمية ومعتها صارت الكاتب مصري معروف. نسمع مع بعضنا ونرجع. كي نحكي على شيخ حمودة نقول لك السيد حمودة بخير هكا يرضيك؟ جاري حمودة ولا جاري حمودة في خمس في خمس. انا باش نقول له الشيخ نحشم الحقيقه، انا باش نقول الشيخ حموده قال اللي يقول كلام حلو، اللي يقول كلام حلو لمرته وهو صايم يقول لها نحبك مثلا يتسمى فاطر. ما انت هذا فيخ، هذا فيخ، هذا فيخ. هذا الرسول عليه السلام كان يقبل زوجته وهو صائم. يقبل اي يقبل زوجته وهو صائم. مين العلم عنده هذا؟ مين هذا؟ هذا فيخ، هذا فيخ، فيخ من فيخات. هذا هذا جاهل. هذا قال للميسة، قال ما ثماش حجاب في الإسلام. أي قال الحجاب ماهوش فرض. وفي القرآن قال مش فرض. أي والحجاب موجود في سورة الأحزاب. هذا جاهل. هذا جاهل. هذا أفلاطون باطلة.
هذا زوجته حرام عليه. للدرجة هذه يا شيخة؟ جاهل زوجته حرام عليه. جاهل وزوجته حرام عليه مش برشا يا شيخة. هذا ما يجي حتى حد يصلي وراه. يا لطيف يا شيخ. زوجته حرام عليه ما يلزم حد يصلي وراه. نتذكر انا في التسعينات نصر ابو زيد مفكر مصري تم تكفيره وتطليقه من مرته ولا هرب للبلد الاوروبي باش يعيش حتى اللي توفى باش يعيش مع مرته. جاهل ما هو الشيخ. نعطيك توا وقت كامل باش ترد على الكلام هذا اللي هو كلام. علاش كلام خايب؟ لانه جاي من شيخ اخر معناتها اللي فما ناس ممكن تقتنع بكلامه لانه ماهوش مواطن عادي نقدك معناتها. نعطيك ترد الكونتكست كامل، نعطيك دقيقتين ثلاثه رد ثم نفتح باب النقاش لانه لابد انك توضح كل الكلام هذا اللي تقال عليك. اكيد اكيد يعطيك الصحه. شكرا لك. هو ذكر قال اللي هو دكتور وهو قاري وهو ما شاء الله عليه وهو يتبع في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل كان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار والمشركين والمعاندين بالطريقة هذه؟ هل كيجيه أبا جهل يقولوا يا جاهل؟ هل كيجيه إنسان يقولوا أخطأ أو عمل حاجة خائبة يقولوا انطلقوك من مرتك ونعملولك ونعملولك؟ هل هذا موجود في الدين الإسلامي؟ مستحيل أن يكون موجود في الدين الإسلامي. هل هذه طريقة نتاع تخاطب الناس هو اللي يجهل عليك ويقول لك كلام خايب يقول لك المولى سبحانه وتعالى؟ يعني سامحني كأنك قارنت روحك بابا جهل كأنك يعني مثالش نحطه التوب هذاك يعني كأنك وصلنا سيدي استعرفت بالخطأ متاع. لا لا ما استعرفش معنا ما خطأ. أنا قلت لك هل الطريقة هذيك نتاع إسلام وإلا لا؟ وقت اللي ربي يقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وقت اللي يقول خاطب الناس بكلام طيب، وقت اللي يقول إذا خاطبهم جاهلون قالوا سلاما، وأنا جاهل قول سلاما أنت، شنو كلام مش في بلاصته؟ هل يثيرني هذاك؟ ما يزيدني كان عز وفخر ويزيد يثبتني في الثنية اللي أمثال الناس هذوما كانوا يقاوموا في الأنبياء وفي الدعاة للناس التي تصدع بالحق. ما يجيش انا هو السيد هذا ما تحبش تقول عليه الشيخ. مش حكايه شيخ ومش شيخ. لا لا كيما هو ما قالش عليك انت. لا 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 ماشي 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 رتبه ومانيش باش نهبط البساس هذيك انا هاو شيخ ومش شيخ. لا انا ديريكت ما تقول السيد هذا قاعد اي السيد خميس الماجر واضح حتى احترمه واضح. تحبوا شيخ شيخ الشيوخ سيدي. لا لا نسأل عادي جدا. هل هذيك الطريقه نتاع مسلم مش تاع شيخ؟ هل طريقه نتاع انسان يحب ربي ويحب النبي؟ هب اني غلط كما قلت انت وانا ابا جهل، هل الطريقه نتاعو هذيك باش ترجعني للصواب وباش نستعرف بالخطا نتاعي انا ولا لا؟ ولا باش تزيد نقول انا تو باش نزيد نقدم القدام؟ اي انت سبيت سبيت. هل هذه معامله طلب ربي سبحانه وتعالى من الناس انهم يعاملوا المخالفين في رايي؟ باهي انت عالم في ميدان الاعلام نجي نقول لك الكاس هذايا كاغت، كيفاش تجاوبني؟ تقول يا جال وتقول لي راه هذاك مصنوع من كذا وكذا وكذا، تعطيني التفسير نتاعك. ولا يفسد للود قضيه الخطا نتاعي ولا الخطا نتاعك انت، وقد تكون انت على خطا وقد اكون انا على خطا. اذا كان جينا احنا حاشتنا بالفكره، حاشتنا بالحقيقه. اما كي تبدا ما حاشتناش بالحقيقه، حاشتي شكون يحكم نوفل ولا مطران؟ نضرب نوفل باش يطلع مطران ونضرب مطران باش يطلع نوفل. هذا لا ما عنده حتى علاقه بالدين الاسلامي. الأستاذ خميس الماجري تجرأ على شخص مواطن عادي بكلام ما يتقالش، عمل عملة ما تعملتش في وقت اللي داعش كانت موجودة معناها، واللي باهت أكثر أنه الهيكة تسمع في التكفير هذا مباشرة. أهدر في إذا إيه عمل كفرني خرجني من الدين الإسلامي، يطلق من زوجته، صلاته باطلة، يلزم يتنحى من الإمامة، إذا ما تنحاش يتنحى وزير الشؤون الدينية معاه، يلزم السيد إيه هذا الكل في مقابل شنو هو؟ انت جاوبت على الكلام اللي انا قلته ولا ما جاوبتش؟ انت جيت حولت وجهه النظر العباد الى فكره اخرى في عوض انت تجاوب مباشره. هو اللي قلته كفرك به حتى تروحوا محكمه شرعيه، هو وهو النائب عن المولى جل جلاله وعم نواله، باش انا او غيري ما يتجرأش باش يدخل في مواضيع تمس الدين، يخرجوا امثال هؤلاء باش يقولوا لك اللي كانت قبل موجوده عند الكنيسه، ممنوع انك تتكلم في حاجات تمس الدين او تمس واضح الاله. واضح باهي نبداو بالتقبيل هذاك قلته بفضلك انت. هذيك يعطيك الصحه هو سؤال. لا لا مش تقبيل، سؤال. قالت نجم واحد يقول لمرته نحبك في رمضان وهو صايم؟ قلت لها ما نجمش، اذا كان يكذب باش يسمى فاطر.
اما اذا كان هو صادق في كلامه خلي يقول. هل تونس يقول مرته قلت لها فاطر خاطره يكذب مش على خاطر يقول وفي اطار فضل كان يعني وظاهر نكته والتواس الكل ما خليه لي نحنا لو انت شيخ وداخل في الضمار معايا هي يكتب لي انا بلال وفادي الدنيا ما تقولوا لي يكتب لك دخلت في دومين مش دومينك باهي اون توكا زيد كمل هو على الفيديو هذيك وخاصة هو خرجك على الحجاب ليس في الكتاب ليس في الكتاب وقال الحجاب موجود في الكتاب الحجاب موجود في الكتاب اللي هو نقاش كبير معناتها صحيح الحجاب موجود في الكتاب خلينا نكملوا الشيخ خميس المجري وبرشا شيوخ في تونس اللي هم فيك ناوي ترفع قضية؟ هو أنا عندي الحق أني نرفع قضية وينجم يكون سي خميس المجري وسي عادل العلمي وسي مختار الجبالي يكونوا وراء قضبان السجون مباشرة دوب ما نرفع القضية نتاعي هضم جانب موظف عمومي وثلب وشتم وهذا كله موجود ووارد على عادل العلمي زيادة باش ترفع أي إنسان يسبني وشتمني أنت كي تحب تناقش أي إنسان ما تسبوش تناقش أستاذك تناقش تلميذك تناقش أي شخص السب والشتم والإهانة والتكفير وهذا كله يعاقب عليه القانون والثلب وال هذا الشيخ خميس المجري نجم يقولك ما هوش سب الحكم نعم يخرجك من المدين لانك من انت باش تحكم انت عامل محكمه شرعيه هو حكم في اخر الفيديو حكم على الدوله بالكفر قال الجوارات يحبوا يلعبوا في الليل والدوله تلعب فيهم في النهار معناها كفرها والدوله مش انا برك كفرني معناها والنيابه العموميه تفرج فيه ويسمعوا في المقطع هذا الهيكه وعادي جدا ما عندهم حتى اشكال انت باش تشكي ولا انا الكل شيء وارد نجم نشكي نجم نشكي شو اللي خليك متردد هو العفو عند المقدره خاطر الناس هذوما انا شوف يا سي نوفل انا لاهي بالإنتاج في إذاعة زيتونة للقرآن الكريم أي. نكتب مش في الحجاب فقط نكتب في أكثر من كتاب نكتب في الشروق مع سي مطران عندي برامج أخرى قاعد نكتب فيها نحضر في موقع نحضر في فيديوهات ما عندي مانيش لاهي نكتب في زوز مسلسلات أي ميسيرش ما تنجم تلقى نص ساعة باش تشكي به باش نجم نمشي نشكي باش نمشي للمحكمة وأرجع سامحني اش باش يضيف كي باش نشكي بيه نحطه في الحبس باش يضيف ويتحط في الحبس مباشره زوز اسئله خاصه من انصار الشيوخ هذم جاوك ميساجات جاوك تهديدات جاوك كلام على الفيسبوك خير تربي تهديدات وكلام من نوع يا كافر موجوده برشا برشا كلام برشا قالوا للشيخ على اساس انهم على اساس الشيخ محمد بن حمود يقولوا له يا كافر على اساس انهم هما ينصروا في الدين وبالسب ينصروا في الدين بالكلام ليه الخوف جاوك تهديدات بالقتل الخوف من ربي سبحانه وتعالى ونعم بالله جاوك تهديدات ولا لا بالقتل؟ تهديدات فما تهديدات موجوده تهديدات نحسك متاسف راه حتى كان ظهر مش متاسف اما تو جيت تقول انت يا شخص هذايا تو انا كنت رايض على روحي قاعد نقوم انا نجي نعمل حاجات اذا كان انا ابغي الدنيا ونحب المناصب ونحب العباد تصفق لي ما نقول ما يطلبه المستمعون اما هو يتهمني اني مثلا موظف باش نفسد الشباب ولا ماخو فلوس ولا نوفل يستعمل فيا ولا سامي فيغ يستعمل فيا ولا شو اسمهم المؤامره الدول الاخرى اجنبيه تستعمل فيا ما يستعمل فيا حتى حد ما تستعملش البوز معناتها علاش نستعمل فيا ليش نوع عندي نبيع في الشوكولاته نبيع في زيت الزيتونه معناتها انت عندك تسليحات فريمون نتاع التسليحات نتاعك ماهوش شاشه ولا تريف هما يشوفوا فيها ماهيش شاشه ولا تريف هذيك تصريحات صادقه نحكيوا عليهم انا باش نسالك تو في كنت اخر بعد الخوضه اللي عندها مده عائلتك ولادك زوجتك اي متاثرين كل عائلتي واصحابي واخوتي ويقولوا لي صعيب عليك وعلاش واش دخلك حتى زملائي يقولوا لي اش دخلك انت في المواضيع هذه اعطيني عائلتك هل انا قد قمت انت شيخ وكذا ويشوفوا في شتم ضدك معناتها ما تحسش سامحني انا مثلا حسيت فترات بالندم ما تحسش بالندم انك دخلت في بوليميك خليت كلام خايب يتكتب عليك قدام الولاد الام الزوجه كذا ما تحسش بالندم شو مدخلني في معارك هكا ايوا كان جيت انا ابتغي الدنيا ولا حاجتي بمنصب ولا حاجتي ببلاصه في السياسه ولا حاجتي ببلاصه عند العباد نولي نندم ونندم ندم شديد اما وقت لي هذاك كله بثوابه اتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع النبي صلى الله عليه وسلم قال المفلس من أتى يوم القيامة بحسنات ولكنه شتم هذا وسب هذا وأكل من هذا وأهدر دم هذا هذوك كل مفلسين هذوك كل أنا نرى فيهم حسنات صحيح من الأول كنت نتقلق وقت لي تكون حاجة تمسني أنا كشخص كمحمد بن حمودة
عندي غاية مادية، ما عنديش غاية مادية، أنا غايتي أن نوضح الحق. كيفاش تبرر عائلتك؟ نظهر الحق. كيفاش نوضح لهم نقول لهم راهي ولايد عندك ولايد بنتي وولدي نقول لهم راهي أمان بابا راهو ياسر كلام خايب يطلع عليك. نقول لها راهو هذايا ما نبعد علاش هكا يقولوا عليك. نقول لها قالوه في الأنبياء وقالوه في المرسلين وقالوه في أي شخص يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. سيدنا لقمان قالوا واصبر على ما أصابك، راهو باش يجي وقت باش يسبوك وباش يقولوا لك. دونك احنا راهو هذايا في سبيل الله من اجل الله، اذا كان انا غلط تو ربي في يوم من الايام يوضح لي انا غلط. معناتها مره مع ولدك مع بنتك كذا ما جاكش واحد ناقش قدامهم بطريقه خايبه؟ جا 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 سمعك كلام؟ جا في 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 كيوسك في الاوتوروت معناها قال هي اللي بيك يا اللي عليك كذا. بالحق قلت لهم شفتوا كيفاش قدام صغارك؟ اي شفتوا الجهل كيفاش معناها الانسان كي يجهل شخص شنو هو الغايه نتاعو؟ ماهوش قالوا له قالوا له راهو هذاك ياخذ في فلوس باش يفسد الاسلام. وكيفاش خرجت منه الموقف؟ شنو رديت عليه؟ الموقف نتاعي ديما ربي سبحانه وتعالى قال لك الناس هذوما اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. نكلم ونقول له انا السبان هذا انت تعرفني حكيت معايا قبل فاهم انا ما وضعيتي شنو تعرفني كيفاش نعيش انا في الدنيا هذه عندك مثبت اللي انت الكلام اللي وصلك هذاك صحيح عليه انا ما وصلك حتى شيء عليه انا. أنا راني هكا وهكا وهكا، أنت شنو مقلقك؟ الآية هذيك ماكش فاهمها، إجا نعطيك وجهة نظر بتاعي، ونفسر له ونشرح له في الآخر يولي يقول لي سامحني الله غالب. إي علاش تتلوح؟ علاش تمشي هكاكا نشوفوا شخص سب نوفل الناس كل تمشي تسب نوفل. رجع غدوة شخص آخر شكر نوفل الناس كل تولي تشكر في نوفل. ثقافة القطيع هذه علاش أنت ما توطنش نفسك وما تسألش؟ يا سيدي هب أني غلط أنا. هب أني غلط. صحيت. رجعني للصراط المستقيم. وقل لي يا رو هذا صحيحة وهذه غالطة وهو شنو لا مش تسبني وتكفرني وتلعني بيه قبل ما نعطيكم الكلمة ايه؟ حبيت نسكروا الحكاية هذه. أما يقال أنك شيخ البوز شيخ فرانكوفوني شيخ علماني شيخ مضروب شيخ لايت شيخ متاع بلاتوات شيخ متاع برامج ماهي الجدية انت تقول شنو يعجبني الشهره تنجم تكون مغريه تنجم تكون انت وليد ما نعرفش شيخ ستار محليك شنيه نعمل بها ستار توكل فيها وتشرب انا الكريم مش خالص اي شيخ شيخ راعي اي انا تخاب انت ندخل في الملايين انا ولا تخلص فيا انت ولا يخلصوا فيا البرامج اللي نحضر فيهم انا ولا قاعد ناخذ في الفلوس انا هذه مشكله الفلوس خلي تتنحى من عند العباد. انت عندك ازمه ماديه؟ اي عندي كما بنت كل التوانسه الكل عندهم ازمه ماديه. أنا لا عندي لا فلاحة لا أرض لا تراب لا عندي ذهب لا عندي ميراث. تمشي متطوع ما تخلصش. نمشي متطوع أي. أنا ما عنديش بسكليت. مش منقولش ما عنديش كهرباء. يا أخي كيعملوا بس نطلع في التاكسي الجماعي ونطلع في البس نعمل تاكسي جماعي وفي الدز ونطلع ب 19 احنا في كل يوم نمشي كارتاج سكر. لا لا باهي كي نعرف. اي هذا موظف عمومي معناتها. وموظف عمومي موظف عمومي شنو اللي ومدير برمجه في زيتونه وزيتونه رجعت تخلص كل شهر الحمد لله. لا ولينا في الاعلام العمومي من نوفمبر 2021 الحمد لله. هاك زاهد في الحياه انت؟ مش زاهد ما عنديش شنو اللي ما فماش انت جاوبتك انت قلت لي الشهره معناها كاني انا هذيك نربح بها فلوس مانيش نربح بها فلوس ما هي الشهره الشهره كي الشهره الخايبه هذه انه عباد يسبوا فيك ويقولوا لك يلعنوا فيك وكنت رايض الشهره الباهيه اللي تحكي عليها انت وقت اللي نقول انا للناس اللي تحب تسمعوا نولي وقتها شهره ونجم ننافس عباد اخرين في الشيخ العالم يعمل سامحني نكمل اخر سؤال ونعطيكم سامحوني نعرف اللي مغري الحوار مع الشيخ الشتم يجيك اكثر ولا الشكر؟ انا لا يهمني لا الشتم ولا الشكر الحمد لله عامل بسيكولوجي وخادم على نفسي انا حبيت نعرف اللي يجيني اكثر اي اللي تحكي عليه انت الشتم لا 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 والشتم هذاك في الفيسبوك اما في كي قابلني هو بيدور سبني راه يقول لي ما عليك ويعجبني اما بلا ما عادش تمشي لنوفل نقول له باهي حاضر نعرف كي ما تران يشتمك في الجريده وكي قابلك يشكرك شوف شوف تفضل لا لا لحظه المشكل مش في شكون سبك اي قداش سبوك قداش ليه شكون وقت اللي انا نلقى نوفل ومتران ومريم قالوا لي يعطيك الصحه ونلقى الف من جماعه الفو بروفيل هذوكم قالوا لي خايب يهمني راي مريم ومتران ونوفل كاو مطران مطران ثم مريم وي مطران على كلمه الشكر هذيك اخلاق التعامل راه اي معناها كي نقابل انسان ونرحب به ونشكره ونقول له بارك الله فيك هذيك اخلاق التعامل أي نعم. والنقد في الجريده حاجه اخرى وخدمه اخرى انا نحب نسال سي محمد
مادام وصلوا يسبوك فما مشكلة، مشكلة متاع خطاب ما وصلش للناس. هل المشكل فيك أنت؟ في المجتمع اللي ما تأثرش، الشباب اللي ما تأثرش، أم في الشيوخ اللي بصراحة أنا عندي عليهم برشا مآخذ، أنا ما تعلمت منهم حتى شيء مع الأسف، إن شاء الله يسامحوني، لأني أنا مرتش حوارات عميقة وجميلة في البلاتوات واستمالة القلبي أنا باش أنا نتبعك. هذا سؤال، مشكلة في شكون؟ علي أنا تحكي عليهم هما بما فيهم أنت، أنت طرف في الحكاية، منك أنت ولا مش شيوخ؟ الشيوخ المشكلة فيك أنت، في المجتمع. الخطاب الديني ما كانش خطاب راقي ورقيق، الدروس اللي ياخذوا فيها ويتعلموا فيها في المعاهد ماهيش في بلاصتها، لانه انا كي نقرا كتاب انا تعلمت من الكتب. الرسول لا كان يسب ولا كان يلعن عليه الصلاه والسلام، كان حاجه رائعه جدا، حتى كي واحد ياذيه يعرض عليه، وربي قال له واعرض عن الجاهلين. شنو اللي خلانا هكا؟ انا نحب نعرف علاش ولينا هكا، علاش راهي ماساه ولات يا سيدي. في ماتش كوره ممكن يتعاركوا، في بلاتو صحفي مع فنانه يتعاركوا، اما شيوخ في بعضهم يسبوا بعضهم بالطريقه هذيك، ما انا ما سبتوش. ايه كيفاش؟ علاش هذا الكل؟ علاش هذا الكل؟ السب يجي من اي شخص. شوف كلامك معقول برشا، اما انا عملت برنامج زاد بالانجليزيه قاعد نخدم فيه، نحكي فيه على الانبياء والرسل، حكيت على بديت بسيدنا نوح اولي العزم، 950 سنه يدعو الى الله، ونوح عليه السلام وما ادرك ما سيدنا نوح، شكون امن به؟ قداش امنوا به؟ 80 فقط في 950 سنه. كميه السب والشتم اللي تعرض له سيدنا نوح، ويضعون اصابعهم في اذانهم وكي يتكلم يشوشوا عليه ويصفقوا عليه، وقالوا مهبول وقالوا به وقالوا عليه، هذا نوح عليه السلام حسب رايك هذا ايش باش يزيد يضيفني؟ ما يضيف لي كان اني عادي جدا انه تتسب. اما هل وقتاش تلوم عليا؟ كي نرجع انا السب، اما الشيخ كي نرجع الشتمه كي ولد، كي تقول زوج شيوخ يسب في بعضه، شيخ يسب وحده سب على روحه، قادر اني نشكي به، قادر، قادر اني نحطه في الحبس، قادر، ولكن اعفو عنه هو وغيره. من قبيلي في بعض التشبيهات انا نعرفك باش ما يقولوش عليك الناس مغرور، مانيش مغرور. الصحابه ديما كل ما نقولوا لك تذكر روحك سيدنا نوح، الصحابه يعني لا لا قدوتي هذوك، إيه لا لا تقارن في روحك، لا لا ما نقارنش، عمرك ما تقارن، لا معناتها باش قلت لك باش ما تفهمش، باش الناس يفهموا يعطيك الصحه، كل ما نحكي نقول للصحابه وكذا الانبياء والرسل والقصص المذكوره في القران بعثها لنا ربي سبحانه وتعالى باش نتعلموا منها كقدوه. قلنا شفتوا صار في سيدنا يوسف، راهو ممكن يصير معك مع اخوتك كيما صار معاه، شفت صار في سيدنا موسى واش عذبوه بني اسرائيل، عادي يصير معك شيء هذاك كقدوه، مش انا نبي، لا لا حاشا وكلا، هو واحد، احنا اربعه من الناس هذوما اللي قاعدين نبحثوا تو في التراث. الدكتور غفران الحسيني في اذاعه من الاذاعات قال الوحي مش خاص بالانبياء، كلاوه بالسب والدنيا ثلاثه بعضها، وما يعرفوش القران قال اوحى ربك الى النحل واوحى الى ام موسى، ما همش انبياء هذوما، معناها طريقة الفهم. المصيبة وين؟ وانت قلت كلمة باهية برشا سي مترا، انك تتعلم الكتب، حتى انا قاعد نتعلم الكتب الحمد لله، مشكلتنا ما نقراوش. اي وكان جينا نقراو راهو فما افاق، راهو فما راي وراي اخر، اما انك انت تجي تقرا كان مادة معينة وتقعد في مذهب معين وفي طريقة معينة ويولي عندك في اللاوعي نتاعك انك تمتلك الحقيقة المطلقة، باش تولي ترى العباد الكل كفار اذا كان مهم. شيخ ولا مفكر؟ مفكر اكثر من شيخ. مريم قلت سيدنا الشيخ، قلت في التصريح من التصريحات نتاعك اللي قلت في برنامج من البرامج، قلت لي انت ماكش ضد الخمر، ما تلاش اللي التصريحات هذوما تثير برشا الجدل، وكانك قاعد تشجع في الشباب باش يشربوا وكي كونفيرم معناتها. صحيح، هذه مثلا من الاخطاء ومن الغلطات. ما قلتش ماني ضد الخمر، جيب لي اي تصريح قلت ما قلتش فيه، قلت فيه انا ضد الخمر. انا ما قلتش الكلام هذايا، ما تقالش هذايا، تكتب تكتب هذايا الفيديو نوع ولا ميسا باديس ولا قناه تونسنا كتبت كلام اخر، اما لازمك تدخل تسمع الفيديو هذاك، زاد من الحاجات اللي تشكى بهم وما شكيتش بهم. انك انت سالتني على الخمر، وديجا انا في هنا في التاسعه تسالت على الخمر، وقلت راهو الخمر اجتنبوه اكثر من حرام، ربي عنا حرام هنا وعنا اجتنبوه وعنا لا تقربوا، لا تقربوا اكثر من اجتنبوه. عندي لك سؤال، سمح لي لحظه خلي كمل، مهم جدا سؤالك، خاطر انت شفت العنوان وما شفتش الفيديو. صحيح، نتاسف برشا كان سالوا لي واحد اخر نقول مش مشكل، اما انت شفت العنوان، هو يعملوا فيه هذا ديما يعملوا عنوان
غلط جمله على اللي في الفيديو باش يجيبوا شو يعملوا العباد واليوم يدخل الفيديو يسمعوا يسبك مباشره هذا على الكتاب يسبك من العمل هذا على الحساب حتى اقرا الكتاب احنا هيك وانا راني اغزل لي خلوا نوضح اي برافو سالتك حبيت نوضح معاك العنوان فهمت اي نعم العنوان غالب اللي كمل البوز وعمليه التجميل مش حرام عنوان زاده ولا بالحق مع سيدنا الشيخ اسمعني عمليه التجميل بالحق مش حرام لحظه ما نحكيش قال عمليه التجميل مش حرام تقصد التجميل الطبي ولا التجميل الكل اي تجميل انت عندك مشكله في خشمك ولا في لا 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 مش مشاكل لا مش مشاكل لا ما هو المشكله عاده حاجه نسبيه مش انا قلت هذا قالوها ايران عامله واحده كامله نتاع التجميل ونتاع حتى تحول جنسي غيرها في السعوديه فما مستشفيات مرته هو يحب مرته يحب يغير فيها اشياء معينه هذه مش انا قلته انا راني لا افتي راني مصيبه هذه هكا اللي عند العباد في بالو انا نجي نقول اه الكاس هذا حرام ولا الكاس هذا حلال لا هذا شيء موجود قالوه برشا علماء انت جاوا قالوا لك كان على الكاس الابيض فقط والكاس لك حل طفاو عليه الضوء انا قلت لك فما اكحل وابيض وانت تختار في الاخير انت فقيه نفسك وان افتاك الناس استفتي قلبك وان افتاك الناس نرجعوا لحكايه الخمر وغيرها من الاشياء قلت اجتنبوه اللي هو اكثر من الحرام صحيت اجتنبوه وانا قلت هذا وقلت هي سالتني وقتها قالت لي يوسف الصديق وألفة يوسف هم قالوا السكر هو اللي حرام قلت لها من أين جابوا فماشي آية في القرآن تقول السكر حرام والخمر مش حرام ما فماش يعني تو أنت كيفاش تحرم حاجة قلت أنت الخمر ليس حرام أما السكر حرام الزوز حرام هو السكر حرام والخمر حرام أنا مش بيه. بالنسبة للحجاب عندي شوية تساؤل نحب نقول لك بخلفة تساؤل توا بالنسبة للحجاب هاوكا باش يطلع كتابك بالله على الحجاب خلينا نعطيكم حويجة من الكتاب قبل ما يطلع باش نقول لك علاش خاطر الحجاب هو فيه خلاف أيوة باش نتفقوا فما اللي يقول لك جبيري فما اللي يقول لك عبادة مش معناتها فيه اختلاف الآن الوضع نتاعي لا يسمح بنقاشك تحب تقول شوية على الكتاب لن أناقشك لانه حتى الازهر هبط فتوى قال لي راهو الحجاب ضروري فما تكون ما ندخلوش تو في النقاش لانه لازمه عمق كما قال مطران ما نجموش خليه نتناولوه بسهوله حتى يخرج فوالا حتى يخرج الكتاب اللي تو نحكيو عليه هنا حتى بعد جمعه يخرج ان شاء الله نحكيو عليه هنا شنو تحب توري تو وقت تصور انا نقول لك جايب لك شيخ بن حموده تقول لي تصور اي نحب نجبد له شويه تصاور سيدنا الشيخ ايوه انا باش نعدي لك شويه تصاور باش نحكيو عليها تفضل تفضل ما فما عندي شويه تصاور عدي لا لا بلي عندي شويه تصاور لابرادور هذيك لابرادور هذه كلبك كلبي مش يقولوا يا اخي الكلب ينزل الدار ومش باهي والله العظيم ساعة ما نجمش واحد راهو يركب في النقل الجماعي وعنده لابرادور هكا علاش بيه؟ لا خاطر الكلب يقولوا معناتها يطير الملايكه ويقولوا معناتها انا هي الملايكه اللي طيرهم الكلب اي صحيت فوالا هما هذوما من المعلومات الغالطه اللي مشهوره على الكلب مسكين الكلب مظلوم الكلب هو من اهل الكهف اللي ذكرهم ربي في القران وقال فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى اقوى ايمانهم من ايماني وايمانكم من ايمان نوفل شفت ديما نجيب الامثله نتاع الناس هذوكم باش يقربونا ربي قال ثلاثة ورابعهم كلبهم خمسة وسادسهم كلب سبعة وثامنهم كلبهم وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد والملائكة تقلب فيهم ليل ونهار ينقذ الوضوء ولا ما ينقذش الوضوء نعم ما ينقذش جميع ينقذ الوضوء الكلب ما ينقذش الوضوء لا شنو منين كيفاش ينقذ الوضوء ليس من نواقض الوضوء اللعاب نتاعو قالوا نجس ماهوش نجس كيفاش جاوب الإمام مالك الإمام مالك قال ربي سبحانه وتعالى قال لنا علموا الكلاب المصيد الكلب باش يصطاد الأرنب والحمام باش يشدها فمه وش فيه؟ فيه اللعاب كان جا اللعاب نجس معقوله ربي يقول لنا كلوا مما امسكنا عليكم ناكلوا حاجه نجسه احنا ما ناكلوش حاجه نجسه ما فيها وعليها زيد ما فيهاش وعليها الايه واضحه ربي ما ياكلناش النجس النجس حرام وقت اللي يقول لنا كلوا مما امسكنا عليكم معناها اللعاب نتاعه طاهر القاضي عياض قال انا مش نعمل كلب نعمل صيد على العباد اللي مجاورين في الوقت هذاك ورينا صورة أخرى الصورة الأخرى بلي هذه مع ألفة يوسف أي المفكرة ألفة يوسف المفكرة ألفة يوسف والدكتور يوسف الصديق دكتور يوسف الصديق في نفط البي هذيك هذا يوري اللي لا يفسد الود قضية الاختلاف وهذا اللي يحكي عليه مطران بكري أنه نسمعوا حوار راقي أما أنت تتقاسم الأفكار معهم نتقاسموا بعض الافكار ونختلف بعض الافكار اخرى صحيح صحيح
والشيوخ اللي كفروا فيهم اش قولك فيهم؟ ما نحب تكفر حتى حد. لا فما شيوخ. قل يا ايها الكفر. اي حرام عليهم. حرام. حرام انك تكفر الفيوسف، حرام انك تكفر يوسف الصديق، حرام انك تكفر محمد بن حموده ولا مريم ولا مطران ولا نوفل. من انت باش تكفر ساعه؟ انت حطيت نصبت نفسك مؤسسه دينيه وحدك تصح في بلاصه ربي سبحانه وتعالى، تقول هذا يمشي للنار، هذا يمشي للجنه، هذا كافر، هذا مؤمن. ما ناقصهم كان سكوك الغفران، مش يولي يعطيك بعد تدفع لي باش ندخلك للجنه. توا عندي ليك تصويره سيدنا الشيخ. رجل نتاع جو على الاخر التصويره هذا. شنو هذا؟ بلانش افوال و هاي هاي بلانش افوال دايوغ، خينا تاع نتاع بلانش افوال. نحب السبرنتيك. و ديزاكتيفيتي معناتها استيفال وكشي شيخ وعامل كل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي الذين امنوا، شنو المانع انك تمشي تعوم؟ وشنو هو المانع انك تعمل بروشيرو؟ خاطر سيدنا الشيخ فما مانع تكون خاطر سيدنا الشيخ فما شيوخ ما يمشوش للبحر باش ما يشوفوش نساء لابسين بيكيني ومايوات انسيتسويت. ربي قال غض البصر ما قالكش امنع العباد. غض البصر قال قل للمؤمنين يغضوا ابصارهم. فما بحذايا عباد عري غادي ما فماش، وحتى كان فما عباد عري مالي ومالهم. انا عندي حاجات في مخي نحب نعملهم، نحب نلعب بيتونك، نحب نركب على البلونش افوال، نحب الكاتامارا. نعم شيخ نتاع جو انت. مش نتاع جو، هذيك الحياه لازمك تعيش. وقت اللي تولي انت عايش وحدك في قبه بالنار ولا تنعزل على العباد، ما عادش تحس بمريم، ما عادش تحس بمطران، ما عادش تفهم نوفل كي يجي باش يسالك شنو قاعد يعيش، فاش يحس، شنو الحاجه تاعو. سؤال لهنا، سؤال شخصي نجم نساله؟ اسال 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 اي سؤال. مرحبا. على امور عائليه. وترجع لي قاعد لي سؤال. اه ترجع لي. اي قصيت عليك انا خذيت الاذن منك. تفضل تفضل من فضلك تفضل. وانا شاهد. وكي تحب نحيوها نحيوها. زوجتك هل هي متحجبه؟ كانت لابسه الخمار ونحاته. وحدها؟ لا انا قلت لها نحيها. قنعتها باش تنحيها مش تنحيها. قلت لها نحيها خاطر مش فرض. هي قطعت لي مش فرض يعطيك الصحه. معناتها مرتك كانت لابسه الحجاب وانت اقنعتها باش تنحيها. أنا كنت نحب أمي تلبس الحجاب، وكنت أختي نلبسها الحجاب، وبنتي نحب نلبسها الحجاب، وكنت مقتنع تمام الاقتناع أن الحجاب هذاك حاجة فرض. وقت اللي بحثت ولوجت في الآيات وشفت الأحاديث وشفت إيش صار قبل وشفت تاريخ الحجاب، تقراوه مش كبير برشا 80 صفحة خلق العادة فيه بالباء والتاء، اقتنعت وقتها اللي هو ما عادي، هو لباس عادي جدا، لباس تابع العرف، ما عنده حتى علاقة بالحلال والحرام. ما وقفك حد في الشارع قالك طب معقول شيخ ومرتك مش متحجبه؟ لا لا ما وقفونيش عادي. احنا قد عنا من مليون امراه في تونس؟ اي لا لا 4 ملايين نقولوا ولا اكثر. أي. شويه خديه من لابسين فولارات 500,000 العام هو 4 ملايين ونص. في الشيخ قبل ما نرجع للمري مش قولك مطران؟ انقد بالله مطران والله. لا لا قول لي تحب مطران. راني بيان سور نعطي في رايي، انت حر تقول لي تحب وكل كلامك متعه يا مطران. اي نوفل الحديث صدمك الكلام اللي كنقول فيه ولا لا؟ مش انتم اعطيتوني الوجه الاخر للشيخ محمد بن حموده. انا نعرف وجه الشيخ لابس العمامه والجبه والمقالات اللي يكتب فيهم، لكن اعطيتوني وجه اخر. هو حر في هذايا، هو مقتنع، وصل لمرحله انه فهم الحياه فهم خاص. لكن انا اللي ما نحبوش انه ساعات نبداو نجدوا في مواضيع فيها الحلال مبين والحرام مبين، الزنا، الخمر، ما نعرفش شنو، معروفه محسومه امرها محسومه. علاش احنا نجبدوها؟ انا اللي قلقني انا برشا كمسلم نشوف في الدول القاعده طالعه الفوق بالعلم، لا ريت حتى شيخ من الشيوخ يحكي على العلم. وقلت لكم قبل ما نعرفش قداش من ايه في الـ في الـ في, الـ في الاسلام تحكي على العلم، يحكي لك على العلم من باب الطرف. اه ربي يحث على العلم. أما أنت شنو عملت؟ هاك تحكي على الحجاب، تحكي على الزنا، تحكي على الخمر حلال أو حرام، مش هذا راهو ولا تقصور ما فماش لب ما فماش لب. مش أنا نحكي عليها في. لا أنا نحكي في سؤال يعطيك الصحة جاوب. أما برافو أنا نحكي بصفة عامة يعني يحكي على كل التلفزيونات وكل الإذاعات وكل نحكي وكل على التفاهم. وأنا يا نوفل أنا نشكرك كي احترمت الشخص اليوم، ورغم اللي عملته أنت حوار خفيف ولطيف، لكن احترمت الشخص، لأنه في بعض البلاتوات يولي يهوزوا ان رجل الدين ما عادش يفيد راهو، ريتك طايح له قيمته وقدره الى اخره، رجل الدين حاجه مقدسه راهو، ساير على سنه سيدنا، والغالبيه مع الاسف ما همش الان على سنه سيدنا. علاش سي نوفل؟ لانه اصطفاه السبان والبوز
والمظاهر الخداعة والكلام الفارغ. أنت قلت كلمة باهية بكري باش نرجع لك لها، أنا انطبعت لهنا في قلبي في وجداني، ما عادش عنا قدوة يا سي نوفل في تونس. فينهم الشيخ في قيمة الشيخ محمد الفاضل بن عاشور والطاهر بن عاشور وعثمان العياري والد العالم اللي حكيت لكم عليه لوسط العياري، هو اللي علم الناس قراءة القرآن، هذوك كانوا قدوة ويحشموا ولادوا. علاش طلعوا علماء؟ لأنهم يحشموا من بوهم. طيب ما عادش فهم شكون، وهك تشوف الأخلاق فين وصلت في الحضيض الأخلاق. سؤال أنا من وحي العصر على ذكر الأخلاق في تونس، ولات برشا بركاجات، ظاهرة غريبة جدا. كيفاش عالجها الدين إذا عالجها الدين، وكيفاش ينجم يعالجها؟ لأنه حتى القانون ما نجمش يعالجها إلى حد الآن. مهم أريد محليه سؤالك أنت محليك يعيسك، ما تدخلنا محليك سؤالك، محليه سؤالك أنت محليك يعيسك حليك يا لله. بالحق بالحق، معناها ساعات نتحطوا في وضعيات معناها نفسروا الماء بالماء، احكي لي على الخمر وعلى الزنا، اي بعد سافو زافون ساكوا، هذا ايش باش وين باش يقدمك وين باش يوصلك، ومسائل وقع معناها الخوض فيها والحسم فيها ودرسوها اصلا ماشي وجاي كما الوحده، وتحسمت وانتهى امرها، نعاودوا نحيوها من جديد ونخليه المسائل البركاج، نخليه كيفاش تخدم، كيفاش تلقى مشروع تنجم تكون به روحك، اش قال الاسلام على البطاله، اش قال الاسلام على انك انسان تعاون ولا ما تعاونش، المجتمع المدني، تزرع ما تزرعش، الكون هذا. وقت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك فسيله بيد احدكم مشله، وقامت الساعه فان استطاع الا تقوم ساعه حتى يغرسها فليغرسها. ونلقاو عباد انا يقول لك يزك ورزق البيليك سي بون، ولا اعطيتهم حقهم ولا اقل من فلوسهم. ايش وصلنا؟ وصلنا للبركاج هذا، وصلنا اني نحب انا نبعث اس ام اس نربح فلوس، نحب نرقد نقوم الصباح نلقى اختي جابت لي فلوس من المعمل نتاعها، نلقى امي كي ما لقاش هذوما ثلاثه حاجات لي، الام تعطي الفلوس ولا البو يعطي الفلوس ولا نربح نمشي لبراكي صحيت اللي هو الربح الساهل والسريع. وقت اللي نحملك انا المسؤوليه ونعلمك انت انا كابو ولا كام ولا كشيخ ولا كمعلم، اللي راك انت لازمك تخدم باش تجيب فلوسك وتجيبها بالحلال، وقتها يتنحى البركاج. اما كي نوريو الكل الام ما يهمهاش منين جاب الفلوس، البو ما يهموش منين جاب الفلوس، يولي هو يستسهل القوي ياكل الضعيف. يصدق ولا تصدق، امراه تشكي لي تخدم في خدمه معتزه على الاخر، تشكي لي بنتها ودرا شنو وظروف وكذا وكذا، حاصيله وراتني تصويرتها شاده تليفون يسوى تقريبا 6 ملايين والام ما في بالهاش، ورات قلت لها دبرته من كذا ما لوجدش وما عرفش السوق وكذا، ما عادش تقول سرقته دبرته، ما عادش الاهتمام اللازم. راح كمل تصويره من بعد، عندي لي سؤال وعندي لي جو بارتاج. تصويره بركه هي تصويره، نحب ناخذ رايك فيها سيدنا الشيخ. أون جابر الشيخ اللي قال لازمها تلبس النقاب باش شو رايك؟ قال لازمها، قال له كانت قعدت في دارها وصليت على روحها خير من اللي عملته أنس. ليه ما قلتش لازمها تهبط أمواك وتهبط النقاب ولا حاجة؟ قال هو عادل علمي والناس فما معناتها فما اللي يقول لك هذاك أعطاه من وجهة نظر دينية. أي وجهة نظر دينية شنو معناها؟ احنا شو تجيبوا معناتها؟ أنت مش من المفروض هنا وأنت شيخ تسلم عن سيب لي دين، شيخ تسمع يا للاوينك، شيخ تحب الراب، شيخ يا للاوينك، شيخ على المزود، شيخ يكتب في مسلسل، شيخ يحب يمثل، شيخ تهبط تصوير تونس جابر في التيران، يقولوا لك ما تنجمش مواضيع تجبد منهم روحك، مش لازم تجي معناتها تونس جابر هاو كان الناس دافعوا عليها، معناتها ما تدخلش كشيخ تحاول تبرر كيما اللي يحاول. علاش يدافعوا عليها وعلاش يبرروا عليها؟ وشنو هي المشكله؟ هذيك تمثل تونس هذيك. اي وهذيك صديقه شخصيه لي انا، معناها انا والكريم زوجها وربي يشفيها وان شاء الله ترجع لنا قويه. كل ما تتلاقوا بها لطف يا ربي معناها. علاش هل انا هذاك مش في محله؟ في انا بلاصه عملتها في الفيسبوك نتاعي الشخصي، تصويرتي الشخصيه، هي تحط جيم وحدها غادي نحكيو مع بعضنا، ما المانع؟ علاش دخل الشيخ في حكايه انه انسان يحب الرياضه ولا يحب التنس ولا هي بنتي تلعب التنس هنا معناها ومغرومه برشا بأنس جابر، وان شاء الله تولي كأنس جابر ان شاء الله. شنو المانع معناها؟ اللي عملته أنس لتونس والاشهار اللي عملته لتونس والحاجات اللي عملتهم يسموها وزيره السعاده هي اصلا. يجي شخص يقول لك لا ما تصلحش هكا بجرتي قلم سي بون. انا ذاك انا ماذا بيا الشيوخ باش نوضح
ماذا بيا اللي قال ما تصلحش لو ما تكلمش جمله على انس، وحتى انت ما تكلمش ما تدافعش، لانه انس انا لا ادافع عندها محبه التوانسه واللي لا تستحق راي اي حد. ما مش راي حتى الدوله كي باش يكرموها الناس فدوا، قالوا سايبوا انس وحدها بنيت روحها عملت روحها وطفيت الدوله صنعت روحها. ايش دخلني انا فهمني انا لا ادافع إيه معتها ولا شيوخة يا شيوخه تعاركوا على حاجه اخرى. مانيش متعارك على ما تعاركوش على انس، سيبوا لنا انس. انا مانيش متعارك على انس، ما نتعاركش على انس، انا عمري ما تعاركت عليها انس، ما عندي حتى دخل في الحكايه. أن يقع سؤالي نجاوبك او لا اكثر، كما تو سالتني مريم جاوبت. تتهم من ناس عاديين، مش تتهم بالمعنى لا سامحني، متفقين انك ياسر سهلت في الدوله، انك ياسر سهلت الاسلام. ما سهلتش الاسلام، ولا سهل الاسلام. الاسلام ساهل من عند ربي. النبي صلى الله عليه وسلم كي بعث سيدنا علي بن ابي طالب وبعث معها سيدنا معاذ بن جبل، قال لهم بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا. هذه أول وصية وصاها النبي لأي شخص يحب يدعو للإسلام، يقول له سهل للعباد ما تصعبش عليهم، بشرهم بالجنة ما تحكي لهمش على النار. مش باهي أنك تصعب على الناس ولا أنك تطلع السقف سايسهم. في الشيخ العايب، الشيخ في الشيخ العايب، غسان العايب، غسان العايب، الشيخ غسان العايب من الشيوخة، مش من الشيوخة، الشيخ الوحيد اللي قنعني اللي أنا لازم نصلي. وقتها جبناه اخر مره على الزلزال، ايبا من وقتها عديت رمضان كامل نصلي ونصلي. ان شاء الله ربي يتقبل منا ومنك. ونشكر الشيخ العايب فريمون لوكازيون سي بريزونتي، اللي هو فريمون رجعني لل. يلا شكون عنده سؤال للشيخ بن حموده باش نعملوا جو بارتاج جونيور وبعد باش نقفل معاه. هو سؤال نفسي كمسلم، لاني انا عندي فيديو اللي صاير في السودان شيء اسف، كيفاش المسلم يا نوفل يهز حجره وما كان وريهولك تو نبعثهولك، كان نجم مش نحكي فيه شيء غريب. هذوما مسلمين يعملوا هكا في بعضهم، معناها فيديو بعثهولي بصراحه ألمني برشا، تو نوريه النوفل. الاسم الاسم إيه؟ مسلم، الاسم مسلم. اما الاخلاق مسلم. ايش رايك في الشيء اللي قاعد يقع في السودان، وكيفاش انتم دوركم كرجال دين وعلماء ومسلمين توقفوا هالتيار وتوقفوا هالحرب؟ راهو دوركم مسؤوليتكم كبيره انكم تقولوا للناس يزي، راهو القتل لا يحبه لا ربي ولا الرسول، وفما احاديث وفما ايات معناها وصور ضد ان المسلم يقتل المسلم. ثم علاش في اوروبا ماهيش مسلمه؟ انضباط تام في الشوارع، نظافه شوارع، نظافه عقول، العلماء نتاعهم وقت يجي يتجادل معاك يقول لك سامحني ويسمعك ويحسن الاصغاء، علاش هذا مش موجود في مجتمعنا الاسلامي؟ يعني ونبدا من الاخر. هناك رايت اسلاما ولا أيوة. مع مسلمين أيوة. علاش؟ خاطر فما قانون غادي إيه؟ فما قانون كي يسمعك ربع كلمه يتعدل الحبس، صحيح. يولي يحترم نفسه، وقت اللي يلوح الكارت تجي خطيه للدار ديريكت، وقت اللي يحط في بلاصته يصوروه ويخلص مباشره يقصوا له، مش حتى هو يمشي خالص، تتقسم الشهريه نتاعه. النظام هو اللي يعلم الادب ويعلم التربيه ويعلم الاخلاق، ماهمش متخلقين خاطر عندهم اخلاق من داخل. اما جاء الدين الاسلامي قالك اجا نردك متخلق من غير عقوبه، من غير نظام، ومن غير انك تخاف اني ما ترانيش كبية، نحترمك لاني احترم ربي سبحانه وتعالى، قال لي احترم متران، قولوا كلمه طيبه. قد نوصل الحصان للماء، اما نغصب عليه باش يشرب ما نجمش نغصب عليه باش يشرب. يعني العباد هذوما اللي تحكي عليهم في دارفور ولا في، يعرفوا القتل حرام ويعرفوا خير مني ومنك. اما هو وقتها مخه محطوط على الذهب، محطوط على البترول، محطوط على المنصب، عنده غايه معينه. قل معاش باش تقول من فكر ومن، مش فايده اني نطلع انا نجي نتكلم ولا باش نكتب له كتيبه نقول له راهو حرام، باش هذاك باش يولي هو يسمعني. ما يسمعنيش، لن يسمعك. وقتاش نتبدلوا احنا سي متران؟ وقت اللي تولي اخلاقنا غيريه. شنو معناها؟ معناها انا نحب لك الخير لك انت، يحب المرء لنفسه ما يحب لاخيه ما يحب لنفسه. وقت اللي انا نتصرف معاك نخاف من ربي سبحانه وتعالى فقط، ما عندي حتى عواعز اخر يجي يقول لي ما تسرقش ولا ما تهزش ولا ما تخطفش. وقتها تولي عنا اخلاقي، وقتها يولي عنا دين. اما احنا توش عنا اسم هكا هو مسلم صحيح فقط. كيما واحد عمل شمل خذا بيوس في شركه نتاع شركه الاتصال، هل ينجم يتكلم بها هذيك؟ ما ينجمش. اما هو مقيد روحه مسلم. يلزم يصوب. ترى بسرعه ما عادش عندي برشا وقت، جو بارتاج جونيور باش نعطيكم برشا احداث صارت نعلقوا عليهم في نص دقيقه الكل قبل ما نمشيو كلمه الختام. يلا، حمله تنمر ضد الممثل ناجي ناجح بعد ركوبه في سياره لواج.
شفناه في سيارة لواج الصورة والحملة التنمر الغريبة. يا أخي نورمال ممثل يركب في لواج هكا معناتها اللي صار. كان جات تصوير بيل جيتس شد الصف على حانوت ولا حاجة والناس يقولوا شو الحضارة شو الكذا. مش فيها ممثل خدموش خاطر ممثل لازم يبدا في مرسيدس ولا في فيراري. ما انسان عادي. ابي ناجي ناجح ممثل انا خدمت معه برشا في مسلسل مكتوب وممثل تبارك الله عليه وعمل برشا مسرح في لندن وفي تونس وكل شيء. انت هبطوك مثلا في بالا فريب تكثر التعليق زاده. جو مون فو شوي ان اتر هيومان كوم تو الموند. وين المشكل في الفريب اليوم اللي تلقاه في الفريب اليوم خير من تلقاه في الحوانت والكاليتي نتاع الفريب اليوم خير من الكاليتي اللي تلقاه في الحوانت. بلوس حلال وان بلوس ارخص ديما في الفريب. لا في متناول الجميع الفريب مش كيما الاسوام البارده اللي تلقاها في الحوانت اليوم. انا باش نقول كلمه برك تحيه للممثل القدير ناجي ناجح. في الصورة هذه ورانا أنه ممثل مش قاعد يمثل. الله الله شيخ أنا زميل ونطلع في في اللواجية زادة يقولوا لي أنت ولا ماكش أنت يقولوا مانيش أنا يقول لك بالحق مش أنت مش لابس مستحيل يطلع يا شيخ يسخيدوك تخلص برشا فلوس على كل الفتاوي. ناخذ في حتى من الليب ظهر ناخذ كان في السب على ظهر الشيخ وزوالي ياكل في السب وزوالي والحمد لله والله مناضل يا شيخ. شريف قالت قلقتني الشهرة بعد مسلسل فلوجة وما عادش نجم نخرج وحدي. تفكرتك مريم أول ما مثلت مكتوبة قلقت من الشهرة ودنيا تقلقت على خمعش نجم والله إيدي يعني بابا. أسمع نقول لك حاجة كي جاني سيناريو في الدار جاني بابا قال راك ما عادش باش تبدأ ملك نفسك. والله نذكرك انت بابا انسان عظيم جدا ربي فضله ونحيي والله. قال لي اسمعني قلت بابا نعمل راضي عليا قال لي اعمل اما ما عادش تولي ملك روحك تغير منها تقول يا ليت ترجع لي نجومية مكتوبة. انا لا با دي تو او كونتخيغ والله انا فرحت مسلسل فلوجه وفرحت بالصغار اللي لعبوا مليح وتذكرت اياماتي في مكتوب شخت على الاخر. شنو تنصحها؟ ننصحها باش تواصل على خاطر محلاها محلاها الشهره باهيه برشا راهو والنجوميه ممتازه جدا اما كي تعرف كيفاش توظفها. انا نستكثر خيرك ونقول لك بارك الله فيك لانك انت قربتني من الناس والناس نقابلهم ونصافحهم ونحملهم. راهو الشهرة باهية يلزمك تتصور مع الناس وتقابل الناس لأنه راس مالك الناس اللي يحبوك. شيخنا والله تحية ليه وفارس عبد الدايم زيد الدوسه معناها الأولاد كلهم. أنت شهرة أنت تعرف تتبع في المسلسلات ضريبة شيخنا. ضريبة شهرة ضريبة تتبع في المسلسلات تتبع علاش ما تتبعش معناها محلاش أنت تعرف الشهرة أنت تخليك ما تخرجش أنت نوفل أنت تعرف الشيء هذا معناها بالحق السلاح ذو حدين خايبة وكا هو ربي يعاونها لازم تعرف كيفاش توظف سوت يو اكسبت سوت يو اكسبت هذا هو هذا هو هذيك ايش اسمه ريسك دو ميتي هذيك داخل في الخدمه نتاعك. انا ريت بعض الفنانين يستنفروا كي يجي مواطن باش يحب يتصور معاهم يحبوه بالعكس لا بالعكس لازمك تتصور معاهم. والشيخ جاته برشا ادوار ورفضها خاطر ما يحبش دور الشيخ. اي لازم تجيني دور مثلا تاجر في المخدرات. ريت على بلا جبت انت لا تو جاتك ادوار يا ليت وانا وتكلمت في التلفزه وقلت سي بون ما عادش تبعثولي يعيط لي عزيز جبالي في مسرحيه بينهم دور شيخ كلمني مسلسل فرنساوي مغربي شيخ شيخ قلت له لا كاو سي بون باش نمثل ديما شيخ فوالا. يلا اخر تصريح فيسا محمد علي النهدي كعضو لجنه التحكيم خفت من ردود فعل اصدقائي وزملائي حاولت نكون دبلوماسي وقت اللي كان في موزايك بيان سور وموزايك اكثر اذاعه عندها مصداقيه وتعطي جوائز. شنو تقول انت؟ محمد علي نهدي بعث لي ميساج على صاريه العيد قال لي نوفل عليه تخلي هذيك تنقد فيه وما عادش تحكي عليه وكذا. باش نحكي عليك محمد علي بصفه عليك اما باش ندافع عليك وباش نقول لمريم شنو هي زاد لحظه راك تبليت عليه ورجالك في سيدي رمضان تلقى قلت عندي مده هكا ما دورتش الدولاب ما عملتش البوز برا خلينا نتلكش على دالي، دالي عنده الكفاءة، عنده الخبرة، ناجح في مسلسلات. تستعمل في بلاستيك تو باش تعمل هون. نعطي رأيي باش نرجع لك الكلام. وناجح في مسلسلات عنده 25 و30 سنة، وعامل أفلام وماخذ جوائز. خاطر خذ ميساج جاي، ميساج محمد علي النهدي، هاكا عشت كما كانك أوبليجي. يا مريم كان هكا أنا ما قلتش جاني ميساج، تو ما نجمش أنا نعطي رأيي، تبليت عليه. شو تحب نجاوبك؟ يستاهل يكون في عضو لجنة التحكيم. تحب نجاوبك؟ لحظة. خليك محايدة يستاهل ولا ما يستاهلش يكون في عضو في لجنة التحكيم؟ لا لا يستاهل ولا لا؟ استنى عاد استنى مش كلك انا لا جاوبني يستاهل ولا لا؟ انا كل فنان مارس مهنة التمثيل يستحق يستحق شيخ يستاهل يستاهل ونص يستاهل ولا نحن
انت تمثل 25%. انا جمانتيان راي انا كا وجمانتيان راي وجاوبني تفضل وجابي دايما مش بشيبك جمانتيان راي قلت لك جمانتيان ما عرفت هذيك جمانتيان اما هاي اون بون ريبونس لو فات او لو فات اللي جمانتيان راي حاول تكون دبلوماسي كيفاش انت عضو كيفاش انت عضو في لجنه التحكيم وتخاف اما راني راني كنت دبلوماسي ما تنجمش تكون في لجنة التحكيم عايشك من فضلك وتكون دبلوماسي كي تتحط في منصب لجنة التحكيم يلزمك تكون في مستوى كونك تكون في لجنة التحكيم وما يلزمكش تكون دبلوماسي يلزمك تكون حقاني هذا موضوع معناتها انت شنو معناتها انا اليوم ناخذ جائزة على خاطر صاحبي في لجنة التحكيم لا ما قالش دبلوماسي هكاك لا 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 يعني حاول يكون هكا من الوسط يقصد في التصريحات وتتربي هذا موضوع اخر هذا موضوع عندي لك سؤال هذا موضوع اخر وده ليه يستحق يكون في لجنه تحكيم به تشري شبوك انت ساعات ما نعطي رايي انا كا ما نشري شبوك علاش انا لو سول اللي جاي عندي فيغون افيك لي استنى خليني نكمل لك عاد هيا عاد خليني نكمل لك في محاضره لا لا وانت مش تبقي زاد اسال لو تقول اي زاد انت انه ممثل يبدا يعطي رايه في ممثلين نعطيك حاجه فما ممثلين ما يعطيوش رايه لا نعطيك حاجه انا ضد الغرور الفايت هكا هاو سي ساغيت لا الاستاذ هذا اللي جاي انا مغرور اموري لا 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 جاي وقعد وبدا يتكرم هكا هاو يزي لازم يقفل حد هذيك لا لا هكا هاو يا نوفل هذيك هي اللي حكيت قص علينا موضوع زيد كا اوكي دونك انتقمت منه بالستاتيو هذاك باش تتكلم باش نتكلم دونك انتقمت منه بالستاتيو هذاك ما انتقمتش منه جو لو بونس غير ريت حلقة اليوم دورنا على بعضنا في الحصة طبعا ضحكوا بحضور الشيخ يا نوفل تصير ما ترى هاي سي بون المجاملة انا نحبك انت ونحب دانيال المجاملات تصير اني نجاملك نقول لك كذا وكذا اما في تقييم الاعمال حسب رايي انا ما يسالش تنجم تخاف منهم وتخاف من ردة فعلهم وتجاملهم اللي ينقصنا احنا في تونس ما نعملوش تقارير وقت احنا ننقدوا فيلم ولا باش نقيموا فيلم ولا باش نقولوا هالفيلم هذا علاش فاز الفيلم هذا فاز وسيء يلزم التقييم هذاك يرفع عليك الحرج واضح. محمد علي يستحق انه يكون في لجنه التحكيم وكل ممثل ومريم تستحق انها تكون في لجنه التحكيم واضح. وسيادتك تكون في لجنه التحكيم اي نعم وكهو وعلاش بلي النقاد مشاو نتاع المسرح نتاع الافلام قبل كانوا موجودين ماهيش مهنه ما عاد يقرا حد تو ستاتويات ما عادش فما نقاد ما انا حبيت نشوف لك انا ما عاد لا فما نقاد اما شكون يكتب شكون لا حتى كان من يطالع يا نوفل هاو شو يقول لك انا حاجه انت تو احنا في حوار كيما هذا ريت قلت درنا على بعضنا وقت انا نقول لك راي لا انت تصدر لي راي او انا نصدر لك رايك انا ما عادش نحب نفهم حاجه فهمت كيفاش مش مصادره نقاش لا قلت لك يصير في لجنه التحكيم نحب نفهم حاجه علاش في لجنه التحكيم ما نلقاوش صالح الحاجه باغ اكزومبل صحفيين علاش في لجنه التحكيم ما عادش حبيت نقول علاش في لجنه التحكيم ما نلقاوش فضل الشعايبي باغ اكزومبل علاش في لجنه التحكيم ما نلقاوش اللي تبع في المسلسلات واللي هي الشفال ديما كوثر الحكيري مي هذيك اذاعه خاصه علاش ما برشا قدامي فهمت علاش شنو انا كي نقول تشفيقه كبيره على مريم بن ميمي تشفيقه كبيره مريم صبا صبا عطيتك رايك وعبر صبا تو انت تبدا عبرت ولا لا هي طولنا عبر عندك دقيقتين عندك نص دقيقه عندك ربع دقيقه عندك هما يقولوا لي راهو الوقت راهو الفاصل راهو نحكيو الفاصل يمشي كان ما كان معنا احنا ما يجيش شيخ محمد بن حموده نورتنا وضحنا كل شيء شكرا على قبولك الدعوه ونستناوك وقت لك خلي لك كلمه الختام يا شيخ يعطيكم الصحة كلمة ختام نحب نشكرك أنت نشكر الناس الكل أكو وضحنا اليوم اللي مانيش قاعد نتقاضى في حتى مقابل على الكلام اللي قاعد نقول فيه إن شاء الله هذه وصلت المعلومة لا وصل بالكدا الحمد لله يا ربي إن شاء الله في القريب العاجل يخرج الكتاب ليس في الحجاب ليس في الكتاب والمسكوت عنه في عالم المرأة والدعاء اللا مستجاب اللي احنا ندعيه به أكثر أدعيتنا الكل ندعيه بأدعية غالطة شوية نوعا ما ديما احنا نحبوا أدعيتنا قريبة للكتاب والسنة إن شاء الله ربي يتقبل منا ونوجه لك تحية لك أنت خاصة سيما ترانز إذا بارك الله فيك يعطيك الصحة مريم ميرسي بوكو نحب نترحم على بلال ربي يرحمه ونعم إن شاء الله ويرحم كل المؤمنين عدد ديجا 40 يوم على وفاة وربي يرحمه ونعم وصبر عائلته صبر عائلته يعطيك الصحة أنت على الواجب وربي فوالا وبالنسبة للناس اللي تنقد واللي تسب راهو نقول لهم راهو كان تكلموا أنا ولا أي شخص آخر باش يجي بعدي خاطر مازالت العباد هذيك هي الدنيا باش يجي شكون عنده فكرة
مخالفة فكرتك أنت، حاول أنك تقنعه، حاول أنك تحكي معاه حوار راقي، ويقول له هو يقول يا بيه خلنا نعمل حوار راقي، رزمون راقي هذا كمان أحسن. يعطيك الصحة يا شيخ، شكرا على حسن المتابعة، إن شاء الله نتقابل نهار السبت الجاي، وإن شاء الله استمتعتوا معنا كما استمتعت مريم. مريومة سيتي أن بليزير نافكم دابيتود، عندك مدة معنا على قاعدة مدرانة وأسألتوا الحاسمة نحكي معك أنت أي أنا زيدا ربي فضلك مريم، ربي فضلك صحيح صحيح، أنا قبل وبعد مدران إن شاء الله مش نقعد معك أنا مطولين دارفين أنا وياك. نورتني أستاذ، بارك الله فيك ونشكرك. كان تسمح مجموعة من التحايا تعهدت بها ما يعني يدينا الحلقة بالتخبيش نوفا بالتحية بالتحية. نحب نحيي حرس المرور في البياج متاع مورناك، الله نحييهم الله، ورجال الأمن الكل ساهرين على أمن تونس. نحب نحيي أهل القروان، أنا نحب نحيي الحرس في المنيهلة صحيح، على خاطر أنا طحت بان وهم عاونوني وكذا محليهم محليهم يعطيهم الصحة. نحب نحيي أهل القيروان، زرت القيروان وفرحوا بيا فرحة كبيرة. وين المقروض؟ كي زرت القيروان وين المقروض؟ والكفتيجي تو الكفتيجي يقول لي يفسد، وين المقروض؟ والله ما كفيش، أنا نجم نجيبوا المقروض يا أخي، جيب لي لازم يشوفوا الجمهور كله. كعبة 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 25 جمهور كانوا 50 ولا 25. اسمع على فكرة كفتيجي القروان ما يفسدش خاطر فيش طماطة. اي ما فيهوش طماطة دونك ما يفسدش. يا مطران تمشي القروان ما تجيبلناش مقروض. والله داوه لي أنا ما شريتش راهو. تفضل. باش باش كي يشريوا لك ما يشريوا لك. بارك الله فيهم ونحب نشكر بنت محمد البراق المقرأ الشيخ، نقولها المقروض نتاعك باهي برشا وذقته ممتاز، وكليت ثلاثة كعبات رغم أن عندي السكر أما في غفلة من زوجتي. يعطيهم الصحة. شباب الحفصية يوجه لك تحية، شباب المروج يوجه لك تحية، وشباب قصر هلال وحاجب العيون يوجه لك برشا تحية، ونشكر أصدقائي اللي نقعد معهم كل يوم في المروج الخامس، وعلى رأسهم حبيب قلبي وصديقي المنصف اليعقوبي. بعدك وليت هكا الحصه وانا قهوه وليد في رياض الاندلس نقعد فيها، نحب نشكره. انا جماعتي الكل الحومه الكل نسلم عليهم، زاد الحومه الكل نسلم عليهم، والحماس اللي نشتغل عنده كعبه. قالوا لك يا نوفل كان تعمل ركن في الاطار هذاك باذن الله. يعطيك الصحه منورنا، يلا نتقابلوا السبت الجاي. شكرا لكم، تصبحوا على خير.